هي المدينة بتفاصيلها هي ذاتها اللي تصور فيها مسلسل أرطغرل وعثمان القديمين الشهيرين، وأنا كتير مبسوط إني إجيت وشفتها بشكل مباشر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. كما إنه بتخلينا نندمج أكثر بأحداث مسلسل عثمان الشهير. جولتنا اليوم للقرية السينمائية القديمة اللي تم تصوير فيها أشهر المسلسلات التركية، منها مسلسل أرطغرل ومسلسل قيامة عثمان. هذا المكان يلي بياخدنا برحلة إلى الزمن القديم بشكل رائع وبشكل شبه حقيقي. حنتعرف على أهم الأنشطة المتواجدة بهي القرية وعلى أهم الأسرار يلي بتحويها، وحنتعرف كمان على أهم المرافق يلي ممكن نحن نستخدمها أثناء زيارتنا لهذا المكان الرائع. تحياتي لكم، فيديو جديد من رحلات شركة سفرك السياحية. Destur var mıdır beyim? Gül gül al gel. Alpler gösteriyi hazırlamış beyim. Ahali de sizi bekler. Hadi gidelim. Eyvallah beyim. ومثل ما شايفين وراي بوابة قبيلة كايا الشهيرة، من هالبوابة دخل القائد عثمان والقائد أرطغرل مع جنودهم حتى خيمة القيادة. كتير استمتعنا باللحظات الحماسية اللي شفناها بهالمسلسلات الشهيرة، وأنا كتير مبسوط إني إجيت وشفتها بشكل مباشر. مثل ما شايفين البوابة عبارة عن تحفة فنية قديمة ومميزة. وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Selamun aleyküm, koyu basına hoş geldiniz. Bu koyun yünü, bu şekilde açıyoruz bunu önce. Gerçek koyun yünü bunlar. Vurduktan sonra bunlar iyice yumuşaması gerekiyor. Pamuk gibi olması gerekiyor. Sonra şurada kirket var. Bu kirket o zaman, o dönemin bu şekilde bir düğüm atılır. Düğüm atıldıktan sonra çevirerek, elde çevirerek bu şekilde uzatarak ip haline gelir. İpler de bunların renkleri bitki kök boyasıyla boyanır. Kazanlara koyulur. Hangi rengi istiyorlarsa o renk verilir.
Bitkilerde örnek olarak papatya, lavanta, ebe gümeci, meşe palamudunun palamudu, ıhlamur vesaire ve birçok bitki var. O rengin hangi bitkisini istiyorlarsa o bitkiyi kaynatıp o rengi verirler. Evet. Bunlar çıkrık. Bu çıkrığın ucuna bir bobin vardır. Bobine yünler dolanır, koyun yünleri. Buradan bağlanır. Bu şekilde çevrilerek yine ip haline getirilir. Eğirme deniyor bizim burada. Eğirilir. Bu şekilde de ipler hazırlandıktan sonra bu şekilde dokuması olur. Motifleri de vermek için tekrar aynı yerde dönüp farklı dokunur. Bu kirkettir Türkçe adı. Bu şekilde de birleştirilir. Ve bu figürlerin bütün kilimlerdeki hikayesi vardır. Mesaj verir. Hepsinin farklı bir anlamı vardır. Bir kilime başlayan kişi aynı kişinin bitirmesi gerekir. Hikayelerde mesela örnek olarak diyelim akrep. Akrep figürü, hayvanların motifleri işlenir, farklı motifler işlenir. Akrep inanışa göre kötü hayvanlardan korunmak için o dönemlerde, inanış açısından bakarsanız. Evlenmek isteyen kızlar da farklı motifler işleyip onu mesaj verir karşıdaki insanlara. هذا المكان بيوصف حرفة من الحرف القديمة اللي اشتهر فيها العثمانيين صناعة النسيج. مثل ما شايفين المكان غني بالأدوات والمواد الخام التقليدية اللي كانوا يستخدموها بهذاك الوقت. طبعاً هاي الصناعة أو هاي الحرفة تستخدم لإنتاج السجاد، سروجة الخيل والأشياء الثانية اللي كانوا يعتازوها. على فكرة هاي المنتوجات اللي كانت تطلع من النسيج كانت تقدم كهدايا للملوك والزعماء الحليفين للدولة العثمانية بهذاك الوقت. إذا حبكم تجوا تزوروا هذا المكان وتستمتعوا بتجربة يدوية عملية فيكم تجوا وتاخذوا أفضل اللحظات وأفضل الصور بهذا المكان الرائع. هاي الأدوات أو الطناجر كانوا يستخدموها لصبغ المنتوجات النسيج، شوفوا ما أكبرها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا ونحن هلا متواجدين بالسوق القديم الخاص بقبيلة كاي، مثل ما شايفين السوق قديم وتقليدي. في محلات خاصة لبيع الحبوب والبهارات، بالإضافة في محلات لتبيع الخشبيات والجلديات، وفي محلات بتبيع السلل وأدوات القش، بجانب المحلات اللي بتبيع الفخار. أما بالنسبة للمحلات يلي بتبيع الأسلحة والأدوات الحديدية، إلى قصة ثانية. حجر الله! حجر الله! ما شاء الله! حجر الله! حجر الله! حجر الله أكبر الله حجر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر من ضمن الأنشطة اللي ممكن نعملها بهذا المكان هو ممارسة ركوب الخيل داخل القبيلة، بس للأسف اليوم ما لقينا الخيول بسبب إنه استدعوهم لحتى يتمموا حلقات الموسم القادم من مسلسل عثمان. ممارسة رياضة الرمي بالسهام، هي الرياضة اللي بتعبر عن ثقافة قبيلة كاي العريقة، كما أنه بتخلينا نندمج أكثر بأحداث مسلسل عثمان الشهير.
ونحن هلأ على مدخل مدينة سغوت، أول مدينة عثمانية قديمة واللي منها انطلقت الإمبراطورية العثمانية. خليكن معنا حتى نتعرف عليها سوا. هاي المدينة بتفاصيلها هي ذاتها اللي تصور فيها مسلسل أرطغرل وعثمان القديمين الشهيرين. مثل ما شايفين المسجد هو ذاته اللي كان يطلع بالمسلسل، حتى الأسواق، حتى الكنيسة، حتى باقي الأماكن اللي حنتعرف عليها سوا. خليكن معنا لحتى ناخذ نظرة أوسع. التفاصيل اللي عم نشوفها بأي مكان عم نزوره داخل المدينة عم يجي كوبي بيست عن المكان الأصلي يلي كانوا عايشينه زمن أول من العثمانيين. على سبيل المثال نحن هلأ بالخان الخاص بهي المدينة القديمة. التفاصيل ما حقلكن حقيقية، يعني شبه حقيقية وأكثر، مثل ما شايفين الأحجار، الطاولات القديمة، الأدوات البسيطة اللي كانوا يستخدموها أثناء الطعام أو الشراب. يعني قد ما بحكي بيكون قليل بحق هالأماكن. ونحن هلا عند قلعة جلجاحي، صار أول قلعة افتتحها عثمان بعام 1285، يعني من بدايتها الجولة جوا فيها حماسية، خليكن معنا. بمنتصف القلعة حنلاقي المكان اللي تصور فيه المشهد ودخل عثمان وحرر أصدقائه من السجن اللي كان موقعه بالضبط هون. بصراحة متفاجئ بعدد الأماكن والديكورات المجموعة بمكان واحد كبير، وهذا الشيء لازم لأنه لحد الآن تصور أكثر من 10 أجزاء من مسلسل عثمان ومسلسل أرطغرل، بالتالي بيلزمهم مشاهد أكثر، ديكورات أكثر، وحتى طاقم عمل مختلف. وكنصيحة قبل ما تجوا لهي الرحلة لازم تكونوا بكامل قوتكم لأنه المساحات كبيرة والمشي بياخذ وقت.
وهذا اللوكيشن بيذكرنا بأفضل وأشهر المشاهد اللي كانت تضحكنا بمسلسل عثمان، حيث جمعت بين الشخصيتين جيركو تاي وأورجي هانم، حيث كانت هديك تطبخ وهذا ياكل. من هذا المكان كان يجتمع عثمان مع الأشخاص المقربين والمستشارين العسكريين ليتشاوروا بالخطط العسكرية السرية ويوسعوا حملاتهم العسكرية. وأكيد كنا منتذكر خطة المنجنيق اللي تصور مشهدها بهي الغرفة بالذات، بالإضافة إلى خريطة أول فتح له. ونحن هلا بقلعة مرمرة جيك اللي كانت مركز للصليبين اللي كان يحاربهم عثمان بهذاك الوقت. صراحة الديكور من الخارج جدا مبهر. هلا حننتقل للداخل ونتعرف عليها أكثر. بذات المكان حنلاقي أماكن أخرى مختصة بتصوير مسلسلات تانية مثل جلال الدين الخوارزمي ومثل كوت العمارة. طبعاً أثناء جولتكم بهالقرية الرائعة، إذا حبيتوا تاخذوا قسم من الاستراحة متوفر المطعم والكافيه الخاصين بهالقرية. طبعاً معتمدين بديكورهم على الخشب والحجر على السيستم القديم، بس بيقدموا كافة المأكولات والمشروبات التقليدية والحديثة مثل سغود كافي. سيوف حقيقية هون، عن جد تصنيعة تحفة. طبعا بداخل القرية حنلاقي متجر خاص لبيع الهدايا التذكارية الخاصة بالفلكلور العثماني والأشياء يلي استخدمت أثناء تصوير مسلسل أرطغرل وقيامة عثمان. هاي الأشياء عم تكون من إكسسوارات، من ألبسة تقليدية، حتى من سيوف. كافة الأشياء المتواجدة بهاي المتجر
هي مصنوعة من الأشغال اليدوية من الجلد أو من الخشبيات. لا تفوتوا زيارة هذا المتجر وتاخذوا أفضل هدايا التذكارية. الشغل متقن على فكرة، دائما الشغل اليدوي أحسن من الصناعي، هيك برأيي أنا. وهي كانت نهاية رحلتنا بقبيلة الكاي مطرح ما تصور مسلسل أرطغرل مسلسل عثمان. استمتعنا بأفضل اللحظات وبأفضل التجارب المميزة المتواجدة هون. إذا عجبتكم الرحلة ما عليكم غير تتواصلوا مع شركة سفرك السياحية. تحياتي لكم ونلقاكم بفيديو جديد.